الإعلام اليوم في شتى بقاع العالم يعمل على إيصال فكرة واحدة للرأي العام، ألا وهي أن المسلمين في ماضيهم وحاضرهم ما هم إلا قتلة ومغتصبين، وكل ما يعرفونه هو القتل وسفك الدماء، وذلك قصد تشويههم للإسلام ولقيمته. لكن في هذا اليوم سنذكر لكم أسد من أسود الإسلام الذي ترك بصمة في تاريخ القادة والعظماء، وذلك كله ليس بالسيف والعنف كما يزعمون، بل بالعمل والتخطيط والعلم. أنت على بعد ثوان بسيطة لتتعرف على رجل من رجال الإسلام، واحد من الأبطال الحقيقيين. وفيديو اليوم عن عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الذي قتله الروم وبكى عليه أعداؤه. لو تأملت اليوم في معظم المناصب الحكومية في شتى بقاع العالم وخاصة في العالم العربي، لوجدت أن أصحاب هذه المناصب لم يحصلوا عليها استحقاقا، بل هم من طالبوا بها، وهناك من يدفع أموالا طائلة للوصول إلى الحكم. أما في الزمن القديم كان يتفق معظم سكان بلد ما أن فلان هو القادر على تسيير أمورهم، فينادى به ويقبل بذلك المنصب رغما عنه، كما الحال مع البطل الذي هو موضوع حلقتنا اليوم، عمر بن عبد العزيز الذي اختاره الناس أميرا لهم وراع لمصلحتهم. لم يكن عمر طالبا لذلك المنصب، بل على العكس كان يراه عبء وسؤال أمام ملك الملوك، وقال حينها: يا أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه، بدون طلب الله أو مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم، فاختاروا لأنفسكم. فصاح الناس: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فتولى أمرنا باليمن والبركة. وبعد قولهم ذلك شعر عمر أن لا مفر له من تحمل مسؤولية الخلافة، وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة الإسلامية يوم الجمعة عام 99 للهجرة. ومن أهم خصائصه أثناء توليه للحكم: أولا، حرص على المال العام. ثانيا، حافظ على الجهد والوقت. ثالثا، تطبيق العدل، وذلك بدءا من أسرته. رابعا، تكليف المناصب للذين يستحقون ذلك. ورغم مكانته العالية آنذاك في ذلك المجتمع، لم يكن ينظر لنفسه كأنه سيد القوم أو أقواهم، بل كان ينظر لنفسه أنه أجير عند الأمة وعليه أن يلبي طلباتها العادلة. وبالإضافة لكون هذا الأسطور عادلا وصاهرا على شؤون أمته، كان ذو بصيرة وعلم في مجال الاقتصاد، فاستعدادا لأي أزمة ممكنة الحدوث في المستقبل قام بتجريد أقربائه من كل تلك الأموال والإقطاعات التي أخذوها من غير حق، ووضع كل ذلك في بيت مال المسلمين. وذات مرة جاءه أحد الأشخاص يسأله عن حال المسلمين، فجلس معه على ضوء شمعة، ولما أكمل ذلك الرسول أسئلته قال: يا أمير المؤمنين، كيف حالك في نفسك وبدنك، وكيف حال أهلك؟ فنفخ في الشمعة فانطفأت، ثم ذهب لمكان ليحضر شمعة أخرى لا تكاد تضيء، فقال له: اسألني الآن ما تريد. فسأله عن حاله وحال أهله، فأجابه عمر عن كل أسئلته. وبعد الانتهاء من كلامه قال له ذلك الرسول: يا أمير المؤمنين، رأيتك فعلت أمرا ما رأيتك فعلت مثله من قبل. رد علي عمر: وما هو هذا الشيء؟ قال: إطفاؤك للشمعة عندما سألتك عن حالك وحال أهلك. رد عليه: يا عبد الله، إن الشمعة التي رأيتني أطفأتها هي من مال المسلمين، وعند انتهائك من السؤال عن أخبارهم وأحوالهم وسألتني عن حالي وأهلي أطفأتها وقمت بإشعال شمعة خاصة بي. تاريخنا الإسلامي مليء بالكثير من الأبطال الحقيقيين الذين تركوا بصمتهم في هذا العالم، عكس الغرب الذين يملكون فقط الأبطال المزيفون أمثال سبايدر مان وإكس مان وباتمان، وبهذه الأبطال التي ذكرتها سابقا الذين لا ينقذون العالم سوى في الأفلام، ويحاولون دائما تلميع صورة أمريكا على أنها المنقذ الوحيد للبشرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.